السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، نتعلم اليوم كتابة حرف الذال. حرف الذال، حرف الذال. نفس الشيء بالنسبة للدرس السابق، حرف الدال، الاختلاف الوحيد في النقطة، حرف الذال. إذن حرف الذال في أول الكلمة يكتب بشكل عادي، في وسط الكلمة يكتب بهذا الشكل، يكون مرتبط بالحرف الذي قبله، وفي آخر الكلمة يكتب بنفس الشيء. إذا كان منفصل يكتب بهذا الشكل، وإذا كان مرتبط بالحرف الذي قبله يكتب بهذا الشكل. حرف الذال، حرف الذال في أول الكلمة، حرف الذال في وسط الكلمة، وهنا حرف الذال في آخر الكلمة. إذن نمر إلى حرف الذال مع الحركات القصيرة. ذا، ذا، حرف الذال مع الفتحة ذا، مع الكسرة ذي، ومع الضمة ذو. ذا، ذي، ذو. بالنسبة كما قلنا لحرف الذال مع المد، ذا، المد بالألف يكون مرتبط بالفتحة، ذا. ذي مع حرف الياء، المد بالياء، وذو، عفوا، ذو يكون مرتبط بحرف الواو، الضمة وحرف الواو، ذا، ذي، ذو. بالنسبة للتنوين، التنوين بالفتحة ذن، التنوين بالكثرة ذين، التنوين بالضمة ذن، ذا، ذي، ذو، ذن، ذن، ذن. نعطي الآن أمثلة من الكلمات التي تتحتوي على حرف الذال. إذن غذاء، ذبابة، ذيل، ذهب،
تلميذ، حذاء، مذاق، ذئب، مئذنة، ذراع، أذن. حرف الذال في غذاء يوجد في وسط الكلمة، غذاء، ذبابة، ذيل، ذهب، تلميذ، حذاء، مذاق، ذئب، مئذنة، ذراع، أذن. خذ هذا العصير، إنه لذيذ المذاق. خذ هذا العصير، إنه لذيذ المذاق. هنا يوجد حرف الذال، حرف الذال في هذا، لذيذ المذاق. حرف الذال، حرف الذال، وحرف الذال في المذاق المد بالألف، الفتحة والألف. هنا حرف الذال في وسط الكلمة، هنا حرف الذال في آخر الكلمة.
ذهب ذياب مع والده إلى الحقل وشاهد حقولا من الذرة صفراء كالذهب. إذن هنا يوجد حرف الذال في ذهب ذياب الذرة الذهب. شكرا لكم جزيلا على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.